نعم نعم حدثناها. انت والعائله لوحدك؟ انا والعائله. ايش يعني مشاركه ضروريه بالانتخابات؟ نعم ضروريه، لان احنا نريد نغير هاي الوجوه السابقه كلها نغيرها. اريد ناس تجي تفيدنا، تفيد الشعب، تحس بمعاناتنا. يعني احنا عانينا كثيرة، يعني 17 سنة نحن نعاني، فأريد نغير. ايش تقول للبعض والأهالي مدينة؟ والله أنا أنصح الكل أنه يروحون يشاركون بالانتخابات ويدلون بصوتهم وينتخبون الإنسان النزيه والكفو. إي نعم حدثتوها. ليش حدثت؟ والله نريد نبدل هالوجوه اللي موجودة هسا اللي ما قدموا كل شيء للموصل. هاي الاعمار، هاي الصحه، هاي المستشفيات، هالخراب اللي موجود بالمنطقه القديمه، اللي يجون بس وقت الانتخابات يقولون نحن بدنا نبني ونحن بدنا نعمر، ووقت الانتخابات ما حد يشعب. فغيد نبدلهم شلع قلع، يكون ما حد يظل منهم. ايش تقول للناس اللي ما حدثت او ما يطيل الشعر؟ ايش تقول؟ يعني يكون لنا دور؟ هو كل واحد ورايه الشخصي، فنحن نسعى انه ننصح ونقدم المشوره للناس انه يبدلون هالوجوه هذه. ولا يظلون جالسين ببيوتهم، لان لازم يقدمون شيء لهالوطن هذا، لانه كفي تعبنا. ما ظل بعد بالصبر، يعني ما ظلنا صبر على هالحكومه هاي، ما ظلنا صبر عليها، لان ما يقدمون كل شيء للمواطن. والخدمات هاي قدامك، الخراب كله هذا موجود. حتى شعوا انتوا والكاميرات مالتكم تصور، وماكو لجنه ما جت، وماكو منظمه ما صورت الخراب هذا اللي صار. عافية مدينه ما تتعمر هاي صار لها 4 سنين. زين انتم يا نواب علاش قاعدين على الكراسي؟ عايز بس افتهم، قاعدين بس تاخذون رواتب هذا شغلكم. اي نعم تغيير لازم يصير، التغيير ضروري ضروري وجذري، جذري لازم يصير، تغيير جذري و100%. استاذ حدثتك رقمك من الانتخابات؟ والله استاذ يعني كنا على مو كنت بش اسمه هنا بالموصل، كنت حولت على وانا على السد، ولحد الان ما كنت طلعت. طلعت والله اقول لك، طبعا اذا مثل ما يقول الحكومه ومع الشعب زين وهذا نتشارك معهم، ليش ما اشارك؟ شوف المشاركه ضروريه؟ ايه طبعا ضروريه، نعم ضروريه، بانه احنا نريد يجون يعني جماعه يبنون البلد ويعمرون البلد ويساعدون الشعب هذا، يعني نريد يعني زينين يكونون معنا. اي نعم تغيير، يكون زينين معنا مع الشعب، اهم شيء هذا. وايش نريد؟ احنا نريد امن وامان، ونريد شغل وهذا وما اريد غير شيء. رايك بالمشاركه؟ من الضروري كل واحد يشارك بالانتخابات، لازم يحدث البطاقه الانتخابيه ماله. نريد وجوه جديده تخدم هذه المدينه، تخدم البلد، هذا نريده. البعض يعني ما حدث او ما راح يستلم الانتخابات. من الضروري يروح يحدث، يعني مشاركه منه يحدث البطاقه حتى في سبيل التغيير. في سبيل تغيير هذا البلد اللي نحو الافضل. وجوه جديده طبعا نجيب لنا. نعم. ضروري تغيير هاي الوجوه؟ والله يعني اللي شفناهم قبل ما سوى شيء للمحافظه. فريد الناس يكون يعني عينهم على المحافظه، عينهم على المدينه. تعرف هاي المنطقه القديمه منكوبه لحد الان. لا تعمير، لا كل شيء ماكو.